بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء. نعم، للرياضيات والفيزياء. طبعا على قناتي راح تلقاو دروس الفيزياء ودروس الرياضيات. تقريبا 80% كل الدروس موجودة على قناتي. بالنسبة لدروس الفيزياء طبعا هي مرتبة في قوائم التشغيل، فيها تمرينات، فروض، اختبارات. لمن يريد العودة إليه ما عليه إلا العودة إلى القناة، وعلى قوائم التشغيل بلاي ليست راح تلقاو كل هذه الدروس. أما بالنسبة للرياضيات أيضا هناك دروس، تقريبا قلت 80% من هذه الدروس وضعتها على قناتي. اليوم حبيت نذكركم أن كاين الدرس الأول على الأعداد النسبية. إذا كان هذا هو المقرر في البرنامج السنوي راح تلقاو الدرس الأول هو على جداء عددين نسبيين. شوفوا معايا، نذكركم بالدرس، درت لكم الدرس، درت لكم أمثلة، القواعد دائما، ونتبعها دائما بتمرينات الكتاب المدرسي. شوفوا معايا، إذا كاين أيضا قسمة عددين نسبيين، إشارة حاصل قسمة عددين نسبيين. طبعا دائما القواعد متبوعة بتمرينات تطبيقية. درت لكم ايضا عمليه الجمع والطرح على الاعداد النسبيه. اذا كان ما فهمتوش كل هذه الدروس ما عليكم الا العوده الى كل هذه الدروس. اذا هايلك تمرينات على الاعداد جداء عددين نسبيين. خذيت تمرين واحد رقم واحد صفحه 14، ثم بعد ذلك اذكركم دائما بالقواعد. كاين تمرين ايضا 18 صفحه 15 دائما من الكتاب المدرسي. كاين ايضا درس مربع عدد نسبي، القاعده ثم مثال تطبيقي. ثم كاين الدرس طبعا في الكسور كاين مقلوب عدد نسبي، ثم بعد ذلك كاين مقلوب كسر. طبعا مقلوب اي عدد نسبي هو العدد واحد على أ. اما مقلوب الكسر واش قلنا القاعده، مقلوب الكسر أ على ب حيث ب لا يساوي صفر، و أ لازم ايضا لا يساوي صفر، هو ب على أ. راح نشوفوا الان، جبت لكم في هذا الفيديو تمرينات تطبيقيه من الكتاب المدرسي لكي في كل مره نعود لكم هذه القواعد. اذا اتمنى لكم متابعه ممتعه معي. اذا التمرين الاول اللي اخترته لكم من الكتاب المدرسي هو التمرين رقم 3 صفحه 30، يقول انقل واكمل الجدول التالي. اذا عندكم الخانه الاولى العدد، ثم المقلوب هذا العدد، ثم معاكس هذا العدد. طبعا العدد الأول المعطى هو 2 على 3. العدد الأول هو عبارة عن كسر. وش قلنا على مقلوب الكسر أ على ب؟ قلنا أنه راح يكون ب على أ. يعني ذلك نشرح أكثر. شوفوا معايا، كي يكون عندكم كسر من هذا الشكل 2 على 3، مقلوبه نقلب الكسر. وش معناتها؟ هنا عندي 2 هو البسط، 3 هو المقام. نقلبه يعني راح يصبح المقام هو البسط. المقام هو هنا 3، يصبح هو البسط، يصبح 3، البسط يصبح هو المقام. اذا يولي لي مقلوب الكسر 2 على 3 هو 3 على 2. اذا هنا نكتب في الاجابه، نكتب مقلوب 2 الكسر 2 على 3 هو 3 على 2. نتابع. الان معاكس اكس، اكس يقصد هذا العدد 2 على 3. هنا نلاحظ الكسر 2 على 3 عدد موجب. هنا عنده كيما يكونش عنده إشارة، معناتها عدد موجب. المعاكس فقط أنني نضربه في ناقص واحد، أو نعكس الإشارة. إذا كان موجب راح نردو ناقص، إذا تولي لي، ونأخذ نفس العدد ناقص 2 على 3. لو كان ناقص نرده زائد، يعني نعكس فقط الإشارة ونأخذ العدد كما هو. ننتقل على بركة الله للعدد الثاني، وهو هو العدد العشري 1.8. ما هو مقلوب 1.8؟ أولا شفنا في السنوات الثانية متوسط أن أي عدد عشري 1.8 ممكن نكتبه كتابة كسرية. وش معناتها؟ معناتها نكتب العدد كما هو على البسط، نكتب 18 بدون الفاصلة، ثم نقسمه على عدد هنا الأرقام بعد الفاصلة 1، إذا نقسم على 10.
إذن عدد الأعداد، عدد الأرقام بعد الفاصلة يمثل عدد الأصفار اللي نقسم عليها. إذن هذا العدد العشري 1.8 هو نفسه 18 على 10. إذن كأنني عندي يقول ما هو مقلوب الكسر 18 على 10. إذن ما هو مقلوب 18 على 10؟ راح أقول أنه نعكس المقام يولي لي بسط، إذن يخرج لي 10 على 18. إذن ممكن نكتب الإجابة هكذا، ممكن نختزل، يعني نقسم هنا على 2 ونقسم على 2. لماذا؟ لأن 10 عدد زوجي و 18 عدد زوجي. وش يخرج لي الكسر تاعي؟ 10 تقسيم 2 5، 18 تقسيم 2 9. إذا ممكن تكتبوا 10 على 18، ممكن تكتبوا 5 على 9، اختاروا الكتابة اللي تحبوا، يعني الكسرين متساويين. راح نكتب 5 على 9. ممكن أيضا إجابة أخرى نكتب، هو نفسه نكتب أيضا 1، يعني هنا كأنني عندي 1.8 على 1. إذا المقلوب تاعو إذا راح يكون 1 على 1.8، الإجابتين صحيحتين. ثم بعد ذلك معاكس، هنا قلت لكم كي ما يكونش الإشارة معناته أنه عدد موجب. معاكس زائد 1.8 ما هو معاكسه؟ نكتب فقط ناقص 1.8. أتمنى فقط أن يكون لحد الآن مفهوم. ننتقل على بركة الله الخانة الثالثة. وش يقول هنا؟ عندي المقلوب هو 3. إذا كيف أجد العدد؟ فقط وش راح ندير؟ راح نقلب هذا العدد، لأنني كي نقلب هذا العدد، شوفوا معايا العدد 3 هو عدد نسبي، كأنني عندي 3 على 1. ما هو مقلوب العدد النسبي؟ قلنا أنه ندير 1 على 3، إذا العدد راح يكون 1 على 3. إذا دوها كمعلومة، كي مدلكم المقلوب حبيتوا تلقاو العدد، ما علي إلا أن نقلب المقلوب لكي نصل إلى العدد. شوفوا معايا، لكن ننتقل الآن من العدد 1 على 3، ما هو مقلوبه؟ هو 3. إذا صحيح كي مدلكم المقلوب باش نلقى العدد نقلب ذلك العدد، هذه حيلة بسيطة فقط. الآن المعاكس، هنا عندنا ما نشوفش المقلوب، نشوف معاكس العدد X. هنا أيضا عندي زائد، باش نلقى المعاكس قلنا فقط ندير ناقص، نعكس الإشارة وندي نفس العدد، ما نديش المقلوب ندي العدد، حذاري. إذا ناقص 1 على 3، أتمنى فقط أن يكون مفهوم لحد الآن. أتابع الحل. الآن عندي نفس الشيء هنايا، عندكم مقلوب 0.33. حنا نعلم أن قبل ما نشوف مقلوب 0.33، 0.33 شوفوا معايا قلنا أنه عدد عشري، ممكن كتابته بكتابة كسرية. 0.33 اكتبوا على شكل العدد نفسه، يعني نكتب 33 في البسط ونقسم على هنا كم عندي عدد وكم رقم بعد الفاصلة، عندي رقمين 1 2، إذا نقسم على 100، يعني عدد الأرقام بعد الفاصلة تمثل لي عدد الأصفار. إذا ما هو مقلوب؟ هنا يقول عندي المقلوب، وش قلت لكم من قبل باش نلقاو العدد نقلب فقط المقلوب، إذا نقلب 0.33 أو نقلب الكسر 33 على 100. ما هو مقلوب الكسر 33 على 100؟ واش قلنا؟ المقام يولي بسط والبسط يولي مقام، يعني الأسهم راح تكون كالتالي. نطلع 100 إلى البسط راح يولي لي هنا 100 على 33. الآن يطلب مني معاكس X، حذاري ما نديرش معاكس المقلوب، ندير معاكس العدد X. هنا الإشارة قلت لكم كي ما نكتبهاش معناتها موجب. إذا ما هو معاكس زائد 100 على 33؟ معاكسه راح يكون ناقص، نعكس فقط الإشارة ونترك العدد كما هو، إذا يصبح ناقص 100 على 33. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع الآن في هذه الخانة، عندي
عندي المعاكس اللي هو ناقص 8. إذا كيف نلقى العدد؟ ما هو معاكس؟ أيضا نفس الشيء كما المقلوب، كما قلت لكم المعاكس باش نلقى العدد نعكس هذا العدد. إذا كيف نعكسه؟ راح ندي نفس العدد، نكتب نفس العدد اللي هو 8 أو نفس الرقم 8. هنا نشوفوا كاين رقم واحد فقط، نفس الرقم 8، ثم نعكس الإشارة، كانت ناقص واش نردها؟ نردها زائد. هذا ما في الأمر، سهل جدا. الآن انتقل إلى المقلوب. ما هو مقلوب العدد النسبي 8؟ قلنا أن مقلوب A هو 1 على A، إذا مقلوب 8 هو 1 على 8. ثم أخيرا عندي معاكس ناقص 5 على 9. نبدأ بالعدد، باش نلقى العدد نعكس فقط إشارة ناقص 5 على 9. أكتب العدد أو الكسر عفوا هنايا 5 على 9، ممكن نقول عدد، ثم أعكس إشارته فقط، بعدما كان ناقص راح نرد زائد. هذا ما في الأمر، سهل جدا جدا، مهم بك تتبعوا معايا. ثم بعد ذلك باش نلقاو مقلوب 5 الكسر 5 على 9، واش قلت لكم؟ المقام يولي بسط والبسط يولي مقام، نعكسو يولي لي المعاكس 5 على 9 هو 9 على 5. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح ومفهوم، أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديوهات القادمة مع تمرينات أخرى. في المرة القادمة إن شاء الله راح نحل لكم تمرين رقم 4 صفحة 30، ثم إذا كان الفيديو ماشي طويل نكمل لكم التمرينات الأخرى. أقول لكم جميعا بالتوفيق، سلام الله عليكم، في انتظار تعليقاتكم وأسئلتكم والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. إلى الملتقى إن شاء الله، سلام.